الباب مثل ما تشوفون تلزم سليتك، تأكد منها صافية، تلزم تطبق أول طبقة منها، تأكد منها، تطبقها طبقة ثانية منها. إذا كانت طويلة يعني إذا سلية كبيرة تسويها طبقتين أيه ثلاثة حسب كبر السلية. أي وإذا صغيرة طبقتين تبدأ بسلية تقسمها من النص، تقسمها سنة قسمتها من النص، خليها هنا، عض الرصاص بحلقك تفرش بيها على الأصابع. هنا الأصابع وين؟ هني ثلاثة هنا، هني ثلاثة هنا، واحد هنا، وهذا الصغير هنا يدور يجي هنا، هني ثلاثة ينزل من هنا. تلزم السلية بهاي الطريقة، شوف. اي تاخذها اللي قدام. ارجعها. لي ورا ولي قدام. تمشي وين ما تريدها. وين ما تريد تروح تروح. من هنا وتنهيها لو بعد. خلنا نشوف شو يطلع بيها. بس شو يطلع بيها؟ احنا المكان من زمان واقفين بيه، ايش بيها يعني؟ بس احنا حتى لو ما بيها، حتى لو ما مقطع على مود اللي طلبوا من عندك. بعد فيها محاره، هاي بيها حرشه جوه. هاي شنو بيها؟ هاي سمكه هاي الثانيه. بعد فيها حمريه. هذيك شنو؟ هاي حمريه؟ خليني خلي اشمرهم بالماء. طلع بيها؟ اي ما شاء الله. حمري. صغار. ومحار. طبعا الصيد هم مو سهل ترى، الصيد تعب. النصافه ذيك. الصيد تعب. كلش تعب. يلا ثامر منا انهي هذا المقطع. والله هسه مثل ما شفت الفيديو، وانا راح اخليكم ذبات مال سليه. شمرات. ايه من ضمن المقطع. ومقطع تعلم سلة ورا المقطع وانتم تشوفون. واللي يحب يجيني انا اعلمه. اللي يحب يجيني انا اعلمه. واللي عنده استفسار هم يسال واحنا نجاوبه. واللي يحب يجيني انا اعلمه. مشكورين في امان الله. يمك ثامر وحده طياريه. اي منا بزيادة الماي مال بزول مال الزرع ذبوا عليه صار بالماء. شوف هذا شرب منه. اي كان بهاي النقرة. نعم ثلاثة ثامرتين يا عبد الله. خلي ارجعها الماي على كيف. شو صار؟ يلا زمها. شنو سنتية الدنيا؟ يعني هسه هاي احنا هي بكبر الشانقل اخذناها، بس احنا هاي ما ناخذها نردها، لانه هذا يعني تقريبا انقرض عندنا. اذا اني ارده وغيري يرده يصير، بس اذا يجيب الكهرباء يطلع حتى الناعمه. طيب شوف يعني فالجمال مو طبيعي. حلات هاي من عندها، واكو من عندها اصغر، واكو اصغر، واكو 20 واحده اليوم. اي والله هواي رجعنا اليوم لقينا من عندها. الله والحسين وذني ظلن شا صار. روح الله وياك. عمر غربان والله ذنيك. ها؟ كنا راح نجي. كنا هواي ترى كنا راكبين. يا هالراجل كله بي. بس انه بس تهم عليها اني شردن هو هذا. هسه هم بيها نعمة الله بيها قام يصور. وهذا شوفها هاي لان الماي مو قاش تبين السمكة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الاخير من الله على كل زين كبار جوا. بس حصل مشراد ويشرد. ها؟
سلك كبار ناخذ هنا زهر تل الماي. عندي هنا بس هذه أربعة زينة. شوفها بيها. سبوع والله نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله. يلا اشمر. زين فرش بلطية خشنة انتقل غير مكان. يلا صلي بيها. شو هاي ما يتنام بس الحجام وياها.